اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به ونورا نقتدي به ورزقا حلالا نكتفي به يا ذا الجلال والإكرام.